صباح الخير طلابي الأعزاء. عزة النفس من أولى أولويات الحياة، فالإنسان الذي يعتز بنفسه ويصون كبرياءه في حياته تكون له الهيبة بين الناس، ويحفظون كرامته في حضوره وغيابه. فإن تخلى الإنسان عن كبريائه تصبح حياته أشبه بحياة العبد الذي يتعرض للإهانة ويصمت عنها ولا يكترث لها. درسنا بعنوان كبرياء طفل. ده صديقنا أحمد، شاب مكافح ونشيط. وده أمير، شاب مغرور ومتكبر. في يوم من الأيام أعلنت الأكاديمية عن مسابقة. قال المدير إن المسابقة عن أفضل شيف. أسرع أحمد وقدم في المسابقة، وقال إن عم حسن جاره شيف ويقدر يساعده. إنما أمير قال أنا ممكن أجيب شيف بالفلوس وهو يحضر الطعام بدالي في المسابقة. وبرضو كان قلقان من أحمد. راح لأحمد وعرض عليه مبلغ من المال في مقابل إن هو يتنازل عن المسابقة، ولكن أحمد رفض. وفي يوم المسابقة تشاجر أمير مع أحمد، ولكن المدير علم بما دار بين أحمد وأمير، وقال إن اللي فاز بالمسابقة واحد بس. تفتكروا مين فاز معانا بالمسابقة، أحمد أم أمير؟ طلابي الأعزاء، بعد ما اتفرجنا على الفيديو عندي ليكم بعض الأسئلة. السؤال الأول، لماذا أقامت المدرسة حفل ومن حضر الحفل؟ السؤال الثاني، كيف أعد الطلاب لاستقبال الخديوي؟ السؤال الثالث، نفذ التلاميذ تعليمات بدقة إلا مصطفى كامل، ما المقصود بالتعليمات وكيف لم ينفذها مصطفى كامل؟ ده السؤال الثالث، ما معنى كلمة حاشيته وما معنى كلمة يتفوه وما معنى كلمة رهطا؟ المعرب والمبني من الأسماء. ما الفرق بين الجملتين الآتيتين؟ الجملة الأولى، كريم تلميذ نشيط. الجملة الثانية، هذا تلميذ نشيط. ما الفرق بين الجملتين؟